in exclusive. شكرا لك، شكرا تفاعلك معنا اليوم الصباح. أستاذ فيتش ريتينج، تراجع التصنيف الائتماني لتونس، كيفاش نقراوه؟ حسنت فيه بالنسبة دائما. للوكالة فيتش ريتينج، هي رفعت في التصنيف من 3 سي موا لل 3 سي بلوس، يعني هو الترفيع بدرجتين، لكن نبقاو ديما في الخانة نتاع 3 سي اللي هي يعني ديون ذات مخاطر عالية. الوكالة تفسر هذا التحسن أنه ثقتها كانت عندها ثقة في أنه تونس قدرت أنها تواجه الاحتياجات التمويل الكبيرة للميزانية، واستطاعت أنها معناها تحافظ بصفة إجمالية على يعني مخزونها من العملة الصعبة في وضع أن هي عندها العديد من التمويلات والاحتياجات، وخاصة في ظل شح معناها تمويلات خارجية في ظل غياب برنامج مع صندوق النقد الدولي، إلا أنه تونس توصلت للحصول على بعض الاقتراضات مع بعض الدول أو بعض المؤسسات التي كانت في بداية الأمر هي غير راغبة في تمويل تونس، ولكن رغم عدم الوصول إلى اتفاق كان هناك تحصل تونس على وعود تمويلات ب 2.8 مليار دولار في الثمانية الأشهر الأولى. طبعا هي وعود وليست كلها دخلت إلى الميزانية، ويتوقع الوكالة أن هناك 600 مليون دولار إضافية لباقي السنة، حتى تكون أنه الإجمالي التمويل الخارجي باش يكون في حدود 3 في مليار دينار أو 3.4. هذا 3.4 فما ديجا 1.7 باش يتصرفوا مباشرة لتسديد ديون خارجية، ويبقى الباقي هو ربما سيعزز الاحتياطات العملة الصعبة، وهذا اللي فسر نوعا ما تحسن مخزون تونس من العملة الصعبة إلى 117 يوم، إضافة إلى التحكم في الميزان التجاري وإجمالي الميزان الجاري التونسية في ظل تحسن يعني بعض الخدمات والتحويلات. وطبعا هذا كان من الجهة الثانية هو انه يعني البالونس فينانسيير، يعني اللي الميزان المالي الخارجي لتونس كان هو يعني كان ينجم يعني لولا هذه الدفعات الخارجيه كان ينجم يكون المخزون اكثر. على كل هذا بالنسبه يعني التقييم الايجابي لهذا الواحد لهذا التصنيف، يبقى انه الوكاله ذكرت معناها انه ديما انه البلاد التونسيه تبقى تحت ضغوطات كبيره، هناك على التمويل الداخلي يعني واضح سي معز داخلي اجمالي هذه سنه 24 في حدود 17 مليار دولار دينار. سي معز فقط وانقطع ثواني، معناتها في الاخر ما واضحه الفكره العامه، دونك حبينا نرجعوا بالقراءه معناتها في التصنيف والتحسين في التصنيف بدرجتين، معناتها شو نجم يكون تداعيات هذا الكل ولا ما عندوش تاثير كبير؟ هو على الاقل انه تحرك الوكاله في تحسين الترقيم، بالرغم اللي هو الترقيم يعني في اسفل يعني السلم، ولكن التحرك لتحسين الترقيم هو معناها اشاره طيبه، على الاقل هو سينيال ان سينيال بوزيتيف، مش باش يكون عنده تاثير كبير بالنسبه للممولين الخارجيين خاصه على مستوى السوق الماليه. بالنسبه للسوق الماليه يعني 3 سي موا ولا 3 سي بلوس كما نقولوا احنا، واحد عنده نوت على 20 عنده خمسه قويه ولا خمسه ضعيفه، هذا معناه ما فماش فرق كبير، ولكن على الاقل هو هذا التحرك هو اشاره ايجابيه وان رياكتيفيتي للوكاله اللي شافت انه فما تحسن في قدره الحكومه التونسيه على تسديد ديون، فما تحسن او على الاقل استابيليتي في الدينار التونسي وفي المخزون، هذا عنده ربما اشاره ايجابيه على الاقل في يعني الديون الثنائيه على الاقل ربما، او حتى مع بعض المؤسسات الماليه العالميه اللي انه على الاقل انه اون رومونت لا بونت، هذا معناها السينيال البوزيتيف سي كو اون رومونت لا بونت مي اون ريست انكور في او فون دو كرو. واضح سي معز، حديدين نشكرك على تفاعلك معنا اليوم الصباح. علاش انا سالت سؤال على اساس معناتها هل فما تحسن لو كان نخرجوا على الاسواق في الاقتراض حتى الداخلي الى اخره، فماش ان امباكت معناتها دون سو سونس
ولا بالنسبه صغير؟ للداخلي ما فما حتى امباكت، على خاطر هذا الكل ترقيم بالعمله الصعبه، هي الميكانين هي تعطي الترقيم لخدمه حرفائها، حرفائها هم المستثمرين في السوق الماليه العالميه، فهمت؟ دونك بالنسبه لتروا سي موا ولا تروا سي بلوس، اعتقد انه ديما تقعد السوق الماليه العالميه هي معناها الاكسي بتاعها صعيب، ولكن يبقى الزوز الحلول الاخرى اللي هي الثنائي والمتعدد الاطراف، هذا يبقى اشاره طيبه في هذا الاتجاه. شكرا لك سي مواد تحتيل على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. اقعدوا معنا مستمعينا باش نمشيو مع فاصل قصير في لاشونج، بعد شويه فقره ستوري اكسبريس، مازال عندكم دقيقه دقيقتين كان تحبوا تصوتوا، كان عندكم اكسي يعني بتبيع التليفون او اورديناتور، تمشيو على صفحه اكسبريس اف ام في الفيسبوك تلقاو الستوري ستوري اكسبريس، دونك تنجموا تصوتوا. السؤال اليوم يهم التعليم، هل تختاروا التعليم العمومي او التعليم الخاص؟ هذه الكل تجمو تجاوبوا عليه بعد شوية، باش نعطيكم نتائج التصويت ونتفاعلوا مع ضيف كالعادة في برنامجكم إكسبريسو. قدوا معنا، مازلنا مواصلين حتى لتسعة ونص.